وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% العام المالي المقبل. مصر تحتفل بالذكرى 32 لاسترداد مدينة طابة وتواصل جهود التنمية في سيناء. إصابات كورونا تتزايد بشدة في ألمانيا وتحذيرات من إعادة فرض القيود. الثانية ظهراً، 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. والبداية، حيث قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري. وقالت الوزارة في تقرير لها إن بنك التنمية الإفريقي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال 2021، وأشار البنك لأن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016، مشيرا إلى أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموا إيجابيا خلال عام 2020 تقدر ب 3.6%. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية. وقال المركز إنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل، مشددا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقا لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية ولمواكبة التطورات العالمية. تحتفل مصر اليوم بالذكرى 32 لاسترداد مدينة طابة بعد ملحمة دبلوماسية خاضتها في المحاكم الدولية نتيجة خلاف مع الجانب الإسرائيلي حول بعض العلامات الحدودية. يأتي ذلك فيما تواصل الدولة المصرية جهودها لتحقيق التنمية في سيناء باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون بشأنها، وترتكز استراتيجية الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض الفيروز في كافة المجالات. أدت سامية حسن اللامينة الدستورية رئيسة لتنزانيا لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بعد وفاة الرئيس جون ماغوفولي. وأدت سامية حسن البالغة من العمر 61 عاما والتي كانت تشغل منصب نائبة للرئيس الراحل اليمين في قصر الرئاسة بالعاصمة التجارية دار السلام. وبمقتضى الدستور تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماغوفولي التي تبلغ 5 سنوات والتي بدأت العام الماضي بعد فوزه ولاية ثانية. قال مسؤول صحي في ألمانيا إن عدد الإصابات بفيروس كورونا يرتفع بشكل كبير، وحث لارس شادا نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية المواطنين على عدم السفر خلال عطلة عيد القيامة لاحتواء الزيادة في عدد الحالات. من ناحية أخرى، حذر وزير الصحة الألماني يانس سبان من إعادة فرض القيود لمواجهة ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالوباء. أما ختاما فنحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. انتهى الموجز الإخباري، كنت معكم آية لطفي، إلى اللقاء.